الفيديو اللي جبت لكم اليوم من اخطر الفيديوهات اللي تقدر تشوفها. هادو فريق ديال الحراسه، هذا فريق ديال الحراسه خاص بنقل الاموال، تم الهجوم عليهم بواسطه عصابه بغاو يسرقوا لهم الفلوس. شوف كيفاش غادي يتعامل السائق وكيفاش غادي يتعامل حارس الامن اللي كاين معاه، بالرغم انه في الفيديو كتلاحظوا انه حارس الامن اللي كاين مع الشيفور خايف مخلوع ما عارف شنو يدير، ولكن السائق شوف كيفاش غادي يتعامل مع الوضعيه. كان تيحاول انه يوصل لبر الامان، هنا كان خرج من الطريق غادي يهز البندقيه ديالو في يدو وغادي يهبط باش يواجه العصابة. هادشي كتشوفو غير في الافلام، ولكن هذا راه الواقع، واقع كتشوف هذا راه الواقع.